إذا عنا حيط فاضي رح نشوف مع باسكال اليوم كيف ممكن نعبيه بأفكار مختلفة، أفكار منا مكلفة أكيد. هاي باسكال. هاي تينا. سافا. سافا ماشي. حبيت الموضوع كتار منا، يعني حتى لو البيت ديجا جاهز وعايشين فيه ومخلصين الديكار، بس قيمة نطلع هيك منلاقي إنه هون بهالقرنة فاضي، كيف فينا نعبيه؟ بشو فينا نعبيه؟ ايه، وكثير بتعرفي تينا انه هيدي سؤال صعب، وواحد ممكن كثير يضيع وما يعرف شو بدنا نعبي هالحيط، لانه فينا يكون انه بدي اياه يصير هو فوكال بوينت، انه يكون هو ستيتمنت بهالاوضه، وفي بالعكس يكون هو بدي اياه يكون باك جراوند ناتر، لا مثلا حتى شي ستاتيو قدامه او شي اليمون اركتكتورال حده او هيك. فبدي اعرف انا لهالحيط لشو بدي اياه وشو بدي زيد من خلاله، او شو بدي اضيف من خلاله للاوضه. يعني بدي زيد الوان، بدي زيد باترنز، رسمات، شو بدي اعمل انا لحتى من هون بقدر ضيق الافكار او لخص شوي على حالي لحتى ما نضيع، لانه مثل ما قلتي الحيط كثير مهم انه يكون حلو ونعرف كيف نعبيه، وفي كثير احتمالات. هلا من اول افكار بتخطر على بالنا عادة هي انه نحط تابلويات على الحيط، هي انه نعتبر حالنا عبينا الحيط. اكيد هيدي الفكرة منا غلط، بس يعني اليوم رح نحاول نشوف سوا افكار بديلة كمان ما تكون كتير مكلفة مثل ما قلتي، وتكون شوي اوريجينال وندخل من خلالها الوان وحركة. بس ممكن نخلي حيط فاضي؟ ممكن حسب قدي كبره وحسب وين وحسب شو جاي قدامه. يمكن اذا حيط ما بعرف، يعني قلنا بس فاضي شو انه فاضي بلا شيء كومبليتلي، بلا لون، بلا ما نعلق عليه شيء، يعني بلا ما نعلق، فينا ما نعلق عليه، فينا ما نعلق عليه، فيكون لون غير عن بقيه لون الاوضه، بس يكون حيط كومبليتلي فاضي بتحسي ناقصه شيء. اوكي، يعني هلا فيكون مثلا انا عملت له ترم بهول الخشب او هيك وبتركه بلين هيك سادة. اوكي، بس ما فيني كومبليتلي اتركه بلا شيء، لازم ادخله حتى لو لون ناتر، بس كون اتليست عملت حركه شي فيه. رح نبلش نشوف بالصور الافكار العديده يلي بنقدر نعملها سوا. هلا اول فكره هون عم نشوف تينا سلل القش. هلا عاده نحن معودين نعلق سله او سلتين ماكسيموم، بس هون الفكره المهضومه انه جمعنا عده سلل باحجام مختلفه والوان مختلفه، وعملنا هيك مثل جروبمان عشوائي وطالع هيك بارد. هون اللي اوت كمان فيه شغل مزبوط. هلا هو بتحسي، انا قصدي عشوائي انه منه لاحق باترن معينه، يعني مش جريد، مش انه ولا وحده بتشبه الثانيه مزبوط. سو هي انه هالعشوائيه اللي فيها هي اللي عاطي هالجروبمان الحلو، يلي عاطي هالافيل الحلو. ونحن لنقدر نحصل على هالشيء ولنكون اكيدين من الافيل بدنا اياه، فينا نجمعهم على الارض. اول شيء بنعمل الجروب مع على الارض، ونرجع بعدين بننقلهم على الحيط وحده بوحده. وفينا كمان اذا ما لقينا يعني سلال ملونين، فينا نحن نلونهم كمان هيك، بنضيف كمان الوان بيطلع كمان كثير حلو. بالصوره اللي بعدها الفكره الثانيه هون هي الاحرف الضخمين الكبار كثير على الاوفر سايز، وهيدي شغلة عن جد كتير ترندي وكتير عم نشوفها هلأ بالديكار بقلب البيوت. هي الحلو كمان أنا اللي عم بحب استعمله أنا شخصياً، إنه بستعمل الأحرف من أسامي الأشخاص العايشين بقلب البيت. ولا فيها يكون بأوضة نوم، فيها يكون مثل ما هو، يعني أكيد. بس من شو معمولة هيدي باسكال؟ هيدي معمولة من ميتال، بس في يكون من خشب، في يكون من خشب ومنلونه. أوكي. وهو الحلو هون مثلا اذا لاحظتي معمولين اوفرلابينج، يعني الحرف فوق الثاني كمان هيك، عطى بدل ما نحطهم حد بعضهم هيك فوق بعضهم كمان عطى افيه بعد احلى. صح. فكمان هيدي فكره كثير مهضومه. في الصوره اللي بعدها كمان اكزامبل ثاني لاحرف بطريقه مختلفه، هون عملنا الوان غيرنا، واذا لاحظتي في كذا حرف بكذا قياس بكذا لون بكذا فونت، يعني وهيك طريقه تعليقهم كمان عطى فكره كثير مهضومه. مثلا هالطريقه انا فيني انصح فيها لاوض واولاد مثلا، كمان باحرف اسامي الاولاد فينا ندخلهم
بيعطيهم بكومبوزيشن مهضومه بالوان بتلحق الاوضه، بيعطي كمان فكره هيك كثير حلوه جديده. بالصوره اللي بعدها هون عم نشوف الافيه من وراء الطرش، طريقه واو. الطرش نحن هون ما مكلفنا شيء بس ماسكينج تيب وطرش. اول شيء الطريقه اللي بدنا نعملها التكنيك هي انه اكيد بندهن اللون الباز يلي هو مبين هون اللون على فير اكوا ونرجع من بعد ما ينشف بنجيب الماسكينج تيب مثل ما عاملين نحن بحلقات كتير سابقه وبنعلم الرسمه يلي بدنا اياها. ولنزيد جمال اكثر وهيك يعطي افيه غريب عرضنا بمحلات الماسكينج تيب، يعني حطينا بدل وحده شي اثنين او ثلاثه حد بعضهم وساعتها بنرجع مندهن اللون الثاني عليه جواتهم مزبوط وهذا اللي بيعطي كثير حلو الافيل الحلو كثير. بس هيدي كمان حلو الواحد يمكن يعملها على ورقه قبل ما لا اكيد انا بنصح اذا فينا نرسمها على ورقه بنكون اكيدين نحن من الزيح يعني من الزيح وهيك وبصير انا بكذا اذا بدي على الحيط لحتى يطلع معي الافيل لانه ايه صعبه انه مش هيك صح. مش هالقد بس في شغله اذا فينا نرجع على الصوره اللي كنا عليها في شغله انه هون كمان رجين حاطين تابلويات ايه يعني قديه في جرأه هون مزبوط مزبوط يعني هي هون كنت بدي اقول انا انه فينا ادونت نو اذا انا بحط تابلويات ما برجع. هو انا مثلا انا بتركه بلا شيء لانه هو ديجا لحاله بتحسيه اتس جرافيك ديزاين يعني اتس فيري نايس وبدي اياه بينه يعني انه ما اللي بترك التابلويات لمحل ثاني انه هيدا تابلو يعني هو تابلو 100% ففكره عن جد كثير حلوه وسامبل ومش مكلفة بدينا حلو كيف عاملين شكل الحيط يعني عاملين مثل هيك انطرة صغيرة من فوق هو هيدا مثل عاملين فومير يمكن بينعمل بالبلاكوبلات فيني اعمله كمان ما بكلفني زيادة وفيني ما اعمل قدام الحيط حيط يعني بهيك اعملها بالطرش طرش يعني انا حدد بالطرش ساعتها اذا ما بدك فوت بتكلفة كمان بقدر احصل على ذات الريزلت. بالصورة اللي بعدها هون عم نشوف انه بدل ما علق تابلو دغري على الحيط فيني استعمل اتاجيرات هيك شوي مهضومين هول ستايلش هيك حلوين وبقدر القي التابلو عليهم هيك هيدا الشيء شو بيعطيني افه انه بقدر نهار حط تابلو نهار ثاني حط مثلا فاز حط شيء ثاني هيك بكون انا عم ضلني غير وزيد المنت حسب كمان شو السيزن شو الاعياد يمكن على كريسمس حط شيء يمكن على ايستر دونك هون بضل بقدر هيدا يعطيني شوا ان ضلني غير وجدد ضمن ديكور الاوضه. بالصوره اللي بعدها هون عم نشوف مثلا شابويات واحد اذا عنده كوليكسيون شابويات حلوه ليه خبيها بالخزانه فيني اعرضهم كمان مثل فكره السلال بس بهالطريقه كمان طريقه مهضومه وحتى اذا يلي ما عنده شابويات وعندك عقوده حلوين كمان بنقدر نحصل على ذات الافيه بنعلق الاكسسوارز بطريقه مهضومه بنزيد كولرز وحياه. هون مثلا تينا حاطين بابي بان فريم بقلب يعني يعني كانه هو صار تابلو يعني. كادر للبابي بان وخصوصا هون انه هيدا البابي بان لديزاينر كثير معروف يلي هو اف شوماخر دونك مثل عاطينه امبورتانس زياده وحلو انه طالع مثل لظهر التخت دودولي عاطي هيك ستايل مع الستيل البلدكان تبع التخت دونك بتحسي كل ستيل راكب على بعضه حلو وعاطي حلو وبذات وقت عبينا الحيط لك هالطاولة شو حلوة انت فيري نايس اجر وحدة وبتحسي هالتاتش اوف ريد يلي ان بتوين كله بالانسد يعني كمان هون شايفين انه على البابي بان كمان معلقين تابلويات ايه مش غلط فيري نايس مش غلط هيدي اتس فيري انه هي الشغلة بترجع بيرسونال واوبشنال اذا نحن حابين نرجع نزيد تابلويات كمان مش غلط ابدا. بالصورة اللي بعدها هون عم نشوف مثلا اللامبري يلي هو تلبيس خشب على الحيط عاده بتنعمل بالصالونات باوضه السفره لانه بيعطي كثير قيمه للغرفه وهي هي يعني كثير نحن بنستعملها اذا بدي اخفي باب
مثلا انا يوجولي ما مفروض يبين باب المطبخ على اوضه السفره او باب التواليت على الصالون، دونك انا اذا لبست الحيط كله وصار الباب ضمن الخشب ما بيعود مبين الباب، هيدا بيعطي كمان كمان ديتاي حلو بالديكور. واكيد في عده ديزاينات للخشب تنعمل، رح نشوف بالصوره الثانيه في لون ثاني كومبليتلي وفكره ثانيه، يعني مثلا هون بتحسي فتحت الاوضه، وهون يعني مثل هالترم المعموله فيري سمبل وبذات الوقت بيعطي اكزاكتلي. بالصوره اللي بعدها هون مثلا عم نشوف انه واحد في يكتب كوت معينه بتعني له، وهون الطريقه التكنيكيه اللي انعملت انه انعمل بروجكشن بال على الحيط وتلون او ستيكر هيك حتى تطلع معنا مظبوطه الجمله نظيفه. كمان فكره مش غلط واحد يعبي حيط معين باوضه نوم باوضه قعده للفاميلي روم يعني. بالصورة اللي بعدها هون عم نشوف إذا واحد حابب يعطي إفيه يرجع للريترو ستايل، فينا نعلق هول السكولتور ميتاليك يلي هن درجوا بالفيفتيز تقريبا، وهون الحلو إنه معلقينهم على كانفاس ملبسة لا دونك هيك عطى كونتراست بين بالماتريال. فوالا بالماتريال كمان فكرة مهضومة إنه نعمل تابلو من سكولتور ميتاليك. بالصورة اللي بعدها هون عم نشوف مثلا يعني هاي بنقدر نستوحي من كذا شيء موجود حوالينا، في يكون من الكشرة دياتور يلي هي بتبقى ميتاليك الترفوري او هيدا فينا نقدر نستعملهم بهالفكرة، فينا نستعمل الفانس او تبع الجنينة اذا مزبوط، اذا عندي مشربية، اذا عندي يعني في كذا شيء حوالي بقدر استعمله لحتى كمان نحصل على هالإفي وبتحس تعبى الحيط ورا التخت. هون مثلا بتحسي الكومبينيشن عن جد هيدي اتس فيري دو ات يور سيلف وكثير هين تنعمل، كمان تابلويات ساده وهيدي الماسكينج تيب هو لونه هيك ميتاليك سيلفر، وبنحط هيك حواليه لحسي هول المدورين ميتاليك بتحسي عاطين رابيل للالوان وكونتراست حلو مع البلو يلي وراهم، عبى الحيط بطريقه كثير اوريجينال وكرييتيف. هاي الصورة هون مثلا عم نشوف فينا نعمله كابيتوني للماش منجد ورق، خصوصا مثلا هون حلو ورا تخت يعني بيعطي هيك بتحسي حالك باوتيل فيري لكجيريوس وفيري نايس، وكمان بيحب الراحة كثير عن جد لانه هو الفابريك القماش هو بيعطيك سوفتنس وهالشيء بيريح يعني ان واي. بعد ما نشوف صورة بعتقد بنلحق نشوف صورة هون هول تبع الشمع الكاندل هولدرز مقلوبين بالقلب، وما هو بيبقى فيه مبرومين وفخر لحين ما بتقعد الشمعة مزبوط هول معلقين فيهم دونك هيك محطوطين بهالطريقة الكومبوزيسيون جريد طالع مثل تابلو او مثل سكولبتور نحن نقدر نعملها بطريقة كتير هينة. بعد صورة هون عم نشوف هيدا النوع البانتور اللميعة كمان بقدر أنا نقي لون جريء ويكون الطرش مش المات لميع يعني بيعطي كمان دبث وبيعطي هيدا أحلى بيكون عادة على اللون الغامق من الفاتح؟ لا بيزبط اثنين حسب اتنين. انا شو عندي حسب انا شو يعني مثلا هون حلو الغامق ليش لانه مبين انه عندك شباك اسود يعني بتحسي رابيل مع الكراسي مع الشاندلير وفي ضوء من ورا كثير الاوضه يعني بنقدر نسمح لحالنا نغمق ويعطي هيك فيري بولد وجريء كثير هلا ما خاف. حلوين كثير الافكار باسكال. رح ناخذ بريك مشاهدينا، من بعدها رح ترجعوا تلاقوا رانيا وانا من بعدها بلاقيكم بتيبس. ضلكم معنا.